السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة بنعرف معلومة جديدة، معلومة بيغلط فيها الكثير من صحابنا. ايه يا مستر هي المعلومة دي اللي انت هتقول لنا عليها؟ لو اقول لك اعرف ان مع العسر يسرا، اعرف كلمة العسر. العسر دي هتقول لي عسر دي اسم مجرور وعلامة جر وكسرة، مع دي حرف جر يبقى اللي بعدها اسم مجرور. لا، دي المعلومة الغلط اللي احنا بنغلط فيها. مع دي مش حرف جر، مع بنعربها ظرف. طيب والعسر دي اعربها ايه؟ بعد الظرف، بعد مع بنعربها مضاف اليه مجرور وعلامة جر وكسرة. خلي بالك، مع دي مش حرف جر، العسر دي مش اسم مجرور، مع دي بنعربها ظرف، والعسر بنعربها مضاف اليه مجرور وعلامة جر وكسرة. دايما يا مستر على طول بعرف مع دي ظرف. لا، في حالة واحدة بس، لو جت منونة، لو جت مكتوبة معا عليها تنوين، في الحالة دي مش بعرفها ظرف. امال عارفها ايه يا مستر؟ لا، هعرفها حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. خلاص، عارفها ان مع ظرف، ما تعرفهاش حرف تاني. اللي بعد مع مضاف اليه ما تعرفوش اسمه مجرور. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.